السلام عليكم. اليوم احنايا كنسولوا الناس على هاد كورونا هادي، كيفاش دايره الخدمه في كورونا؟ واش بحال الاول؟ واش الناس مضرورين؟ واش يعني الظروف ولات عاديه؟ اليوم باغا نسولوا الناس على العمل ديالهم، كيفاش؟ واش بحال الاول ولا كورونا خرجت عليهم؟ بقاو معايا. عليكم اليوم حنايا في الصويره كنسولوا الناس. دخلنا عند هاد السيده هادي كتبيع الحوايج باش نسولوها على العمل في كورونا، واش الخدمه كاينه ولا ما كايناش. السلام عليكم. السلام ويام، كي دايره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. مرحبا بك في مدينه الصويره. عافاك، بغيتك تعاودي لينا على كورونا، كيفاش الخدمه في كورونا؟ واش كتدخلي مزيان بحال الاول ولا؟ الوغ صراحه نقول الحمد لله على كل حال. هذه اول حاجه. أوي. هو صراحه كنلاحظوا انه كاين انخفاض في المبيعات اللي بشكل ملحوظ وبشكل فريمون اللي كيأثر على المدخول ديالنا، ولكن في الاول وفي الاخر كما قلت لك كنقولوا الحمد لله. جو بونس انه كمدينه صغيره بحال صويره الاغلبيه تاع الناس كيعانيوا من المدخول اللي محدود بزاف، ولكن كنتمنوا الخير. هاد السنه مورا كورونا، سنه ونصف اللي دازت مورا كورونا، كنلاحظوا بزاف ديال التغيرات. كاين لي توريست ما بقاوش كيجيو عندنا، ولكن كنتمنوا ان شاء الله الخير وباقي الخير. شكرا. مرحبا بك. شكرا. شكرا حبيبه. بسلامه. باي باي. عليكم. اليوم جينا عند ايوب حلاق، بغينا نسولو على الخدمه كيفاش دايره مع هاد كورونا. وايوب السلام عليكم. بخير وعلى خير. قول لينا كي دايره الخدمه في كورونا؟ مزيان؟ شويه يمين كشويه. كاين واحد الديفيرون بزاف. دابا حنا خدامين معتمدين على السياحه بزاف ومن سد المطارات. اش نقول لك؟ قضيه الزيارات بزاف. الصوره معروفه بالسياحه. صوره اللي خطف السياحه راه زعما. دابا انتم مضرورين لان الصوره معروفه بالسياحه، ودابا السياحه ما كايناش مع هاد كورونا. ما دابا شويه قضيه الحمد لله بخير. شويه ماشي بحال قبل. هذا ماشي بحال الاول. لا ماشي بحال الاول. الحمد لله. دابا الحمد لله بخير وعلى خير. شكرا. لا ماشي مشكل. مرحبا. الله يبارك. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام. شو سميتك؟ ابراهيم. انت كتبيع الحوايج ديال الرجال ياك؟ انت وقال العيالات. بغيت نسولك كي دايره الخدمه، واش بحال بحال قبل ولا ملي جات كورونا كان شي تغيير؟ هو ضروري يكون تغيير. قبل الاول كانت الخدمه احسن. ياك. احسن من دابا. دابا على حسب كورونا وقفات شويه قليل. واش بالنسبه للسياحه؟ كلشي بالنسبة للسياحة الداخلية والخارجية. من قبل كانت الخدمة الحمد لله، دابا شوية. دابا شنو المعاناة ديالكم؟ دابا ما كاينش دابا السياح، ما كاين والو. ما كرهناهمش يجيو نعاودو عاوتاني من جديد. إن شاء الله. الله يبعد علينا كورونا. اللهم آمين. شكرا أيوب. شكرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كي دايره لاباس عليك؟ معاك هويه، معاك ايش الصغير جمله قرنطويه. اليوم جيت باش نسولك على الخدمه، انت هو من المحل ياك؟ جيت بغيت نسولك على الخدمه قبل ودابا ملي ولات كورونا كيفاش دايره الخدمه؟ الخدمه صافا الحمد لله، هم قبل كانت الناس صعبه بخير الحركه شويه، دابا الحمد لله باركه. راه كام راك الحمد لله الحمد لله. كاين واحد النقص، كاين واحد النقص تقريبا شي 50% بحال هكا. ياك. في الاول كانت حسن من دابا كورونا. كانت حسن، راه كان توريست بزاف، كان واحد المدينه سياحيه هادي فهمتي. مدينه الصويره مدينه سياحيه، يعني دابا مابقاوش السياح كيجيو بزاف بحال الاول. مابقاوش كيجيو بزاف قلال، دابا قليل اللي عنده شي حاجه هنا، شي مشروع، شي زوجات بحال هكا، شي حاجه، شي زوجات بحال شي ولكن. شكرا. شو سميتك بعدا؟ عزيز. عزيز. شكرا. تشكرك على هذه المداخله. شكرا. شكرا. شو سميتك؟ عزيز. متشرفين. بغيت انت هذا المحل ديالك كتبيع الحوايج ديال الرجال. كتبيع الحوايج ديال الرجال ديال العيال. كتبيع الحوايج ديال الرجال والعيالات. قول لي كي جاتك الخدمه في كورونا، واش حسن ولا قبل كان حسن؟ لا قبل كان حسن. ياك. خرجت عليكم شويه. شويه خرجت عليكم.
كما بحال كل شيء في العالم كله خرجت عليه اي واحد خرجت عليه كورونا ضربت الاقتصاد بزاف اكزاكتو ما هذا الشيء هو اللي وقع ضربت الاقتصاد بزاف وخلات بنادم ما كاين لا فلوس لا والو توريست قرالو كما تشوف في العالم ومدينة الصويرة معروفة بالسياحة دابا مع هذا المرض ما بقاوش كيجيو السياح ضريتو شوية ما بقاوش تيجيو السياح اللي كانوا تيجيو ما بقاوش تيجيو بزاف دابا قلال واحد شوية الناس اللي دايرين الفاكسان ما يتيجيو ما يتيجيو شكرا على المداخلة ديالك كنشكرو بزاف هذا تخرج من الورقة انا بديت هذا تتعصب تتعصب باش يكون الزيت هكا باش يخرج هذا لا لا هذا اللوز كيحب الناس هو الزيت دابا حنا كنديروا الزيت تدير الزيت ارغان دير الزيت ارغان كنخدموا هذا دابا كنعصروا دابا طيب كندير اليوتو ياك مزيان بخير وكاع الناس نشطه والناس كاع ليكيدات الشغل اللي عندها وهذا والناس على حسب الصناعه التقليديه خدموا خدمه جديده عاود ثاني وهذا وكل شيء فرحان كاع الناس اللي يزوروا الصويره كلهم فرحانين والجو زوين والبحر زوين والمرسى زوينه والسقاله زوينه وكل شيء صح وكل شيء فرحان شكرا صراحه الجو ديال الصويره زوين الجو ديال الصويره احسن جو اللي كاين احنا من حسن حظنا هذيك الحراره ما تتحدينش ما عمرنا عرفناها في حياتنا احنا الجو تاعنا ديما تيضرب ما بين 18 درجه ولا كثرت 32 34 و32 34 تاعنا ديجا ولكن ديك الحراره اللي هي خايبه ما تتكونش عندنا احنا بحال متنفس نتاع العالم شكرا لك وتشكرك حيت انت ملي فان ديالي اييه نتمنى لك الخير وتندعي معاك والله يسخر لك والله يسخر الوليدات والله يعطيك شي خدمه زوينه وتكوني بخير وعافيه امين الله يحفظك في مدينه الصغيره في الطراسه كنت اليوم احنا في مدينه الصويره وشحال من واحد هضرنا معاه والناس عطاو الاراء ديالهم على قبل هذا المرض وهذا الشيء والحمد لله الناس كانوا ضرورين شويه وكاين اللي تيقول لك قبل كان حسن ومدينه الصويره معروفه مدينه سياحيه ودابا السياحه ما بقاتش كتجي بزاف على قبل المرض وهذا الشيء شكرا احبابي كل نهار معكم عائشه السريدي ملقبه بالغويان كل نهار كدير لكم مواضيع انا اليوم درت لكم موضوع ديال انتم عارفين البرنامج ديالي هو نسولوا الناس انا اليوم اقترحت على نفسي انني نخرج الشارع المغربي في مدينه الصويره وسولت الناس كيفاش الخدمه الكورونا وعطوا الاراء ديالهم كنتمنى ان هادشي يعجبكم شكرا احبابي